السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا، حيا الله الجميع. هذا الشعيب بين الزهيرية ومرطأ، وبين الزهيرية والحنينية جنوب غرب الرس جنوب محافظة النبهانية منطقة القصيم. ماشي مشي قوي وشايل الطريق اسفلت مكسره، لاحظ كيف التكسر. وهذا صاحب الشاحنة يبدو انه جاي وقت الجريان وطاح بالكسر، الله اعلم. شيء مهول، لا اله الا الله. شوف كيف حافر، السيل حافر تحت اسفلت، خطير جدا، ما زال خطير الى الان، خطر يطيح احد، يجي مسرع يطيح احد، خاصة بالليل. فلذلك أتمنى أنه يغلق الطريق. الله يعوضه خير، الله يعوضه خير، الموتر من عدم، الله يعوضه خير، والحمد لله على سلامتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكفر الأمامي رايح نورا من شدة الطيحة والضربة.